موجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية وبين الهيئة المصرية العامة للبترول. والاتفاق ده زي ما قلت لكم جرى توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز لمصر. بموجب هذا الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400,000 طن من زيت الغاز اللي هو السولار، و 200,000 طن من البنزين، و 100,000 طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما. هذا الكلام كلام مهم جدا، كلام المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، كلام يؤكد أن الاتفاق ساري وأن الشهر ده فقط عشان كان في مشكل متعلق بمباحثات بتجري بين السعودية والدول المصدرة للنفط، وإن وسائل الإعلام السعودية أكدت أن الاتفاق ساري. يبقى لما أشوف مواقع التواصل الاجتماعي وأشوف جماعة الإخوان كيف تروج لحالة احتقان بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإزاي بتدفع باتجاه تأجيج الصراع، وكيف تحاول إعادة إنتاج الخبر والكلمات، وتقطع كلمة من هنا وتيجي بكلمة من هنا، وإزاي أشوف الجدع اللي اسمه عبد الله العزبة ده رئيس تحرير العرب القطرية اللي عايز جنازة ويشبع بيها في لطم، يعني كلامه سم الحقيقة ضد مصر. لا عدو له في الدنيا إلا مصر، ولا حبيب له في الدنيا قد إسرائيل. شوفوه بيكتب إيه عن مصر والتشكيك فيها والإساءة إليها وإلى قادتها. ومن شابه أباه فما ظلم، طبيعي احنا متوقعين ده، ومش هذا الشخص أو غيره هو اللي هيقيم مصر ويقيم مواقف مصر المبدئية. احنا ما نعرفش نلف ولا الدور، واحنا قلناها من اول يوم، امن الخليج بالنسبة لمصر هو امن قومي مصري. العلاقة بيننا وبين اشقائنا في المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج هي علاقة استراتيجية لا تقبل القسمة ولا تقبل اي خلاف يتم، ده امن قومي. اذا مصر اختلفت مع السعودية والسعودية اختلفت مع مصر لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب يوم ان نجد انفسنا فرادى نواجه المؤامرة. المؤامرة ما استثنتش السعودية، المؤامرة اللي على مصر واللي على سوريا واللي على العراق واللي على اليمن من اطراف اقليمية ودولية ما استثنتش المملكة العربية السعودية. الامريكان ما قالوش ان السعوديين اصدقائنا وحبايبنا، اعفيهم وابعدهم عن المخطط وبلاش تلعب على المسائل المذهبية والعرقية والطائفية في المملكة العربية السعودية، وبلاش تتجنى وتقول ان المملكة العربية السعودية ترعى الارهاب وانها هي المسؤولة عن احداث 11 سبتمبر، لان فيها 15 شخصا ينتمون الى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية في فوهة المدفع الأمريكي والغربي على السواء، لا يريدون لدولة كبرى مثل المملكة العربية السعودية أن تبقى بلا أزمات وبلا مشاكل، لا يريدون لدولة عربية كبرى أن تكون لها الكلمة الفصل في البترول، لا يريدون لتركيبة المجتمع السعودي أن تبقى على حاله. السعودية هي أرض المقدسات، عليكم أن تتذكروا هذا، عليكم أن تتذكروا لماذا هي مستهدفة. فيها الحرمين، أرض الرسول والأنبياء والصحابة. استهداف المملكة العربية السعودية وإشاعة الفوضى فيها هدفه بالأساس هو ده، العقيدة، الحج،
الأراضي المقدسة، إشعال النيران تحت أقدام كل أبناء المملكة، مش هيستثنوا حد. أوعى البعض يتصور إنهم هيستثنوا حد. مش هياخد الشيعة في المنطقة الشرقية ويقول لهم أنا هستثنيكم وأنتوا على الحج، لا. سيعمل القتل والدمار في كل إنسان على أرض المملكة. لكل ذلك أقول يا جماعة، يا أيها الممسكون بالأقلام ويا أصحاب الألسنة الطويلة والقصيرة معا، أيها المتأججون والموضوعيون والحكماء وحتى المتطاولون، إياكم والمساس بالعلاقة المصرية مع أي بلد عربي، إياكم وضرب الأمن القومي المصري في الصميم. ملف العلاقات المصرية العربية اتركوه لرئيس الدولة، هو قادر على أن يحل، وفي وفد مصري رفيع على مستوى عال سيزور المملكة العربية السعودية خلال الأيام. بلاش تاخدنا الحماسة وفلان شتمنا وفلان كذا والحكومة السعودية قالت كذا، بلاش. مش هقول عشان 2 مليون مصري هناك، ومش هقول عشان علاقتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، لكن عايز اقول لان المملكة وقفت معنا ولا تزال تقف معنا. وانا متذكر وقلتها لكم قبل كده، في يوم من الايام كنا في مهرجان الجنادرية وشافني الامير متعب بن عبد الله قاعدين بنتغدى كده، الصحفيين والمثقفين والاعلاميين.